منذ الأول من أكتوبر الجاري تشهد شوارع العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية مظاهرات حاشدة يسقط خلالها يومياً قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية. المظاهرات هي الأولى من نوعها منذ تولي عادل عبد المهدي منصب رئيس الوزراء في 25 من أكتوبر الماضي. خرجت المظاهرات لعدة أسباب: تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى نحو 40%، ارتفاع نسبة الفقر ليصل عدد الأسر المحتاجة إلى نحو 1.5 مليون أسرة، تدهور البنى التحتية كالصحة والتعليم. الغضب الشعبي تصاعدت وتيرته بعد مضي 11 شهراً على ولادة الحكومة في ظل عجزها في تنفيذ البرنامج الذي وعدت به رغم تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشكل كبير. نجح العراق بالخروج من أزمة التقشف التي استمرت لنحو 4 سنوات بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وقفزت الموازنة إلى نحو 100 مليار دولار، كما ارتفعت نسبة الصادرات النفطية إلى نحو 4.5 مليون برميل يومياً. الحكومة وبعد أيام من خروج المظاهرات وعدت بإجراء إصلاحات جديدة تلبي تطلعات الشارع العراقي، لكن على الرغم من الوعود الحكومية استمر المئات من الشباب بالخروج في مظاهرات طالبوا خلالها بتغيير الحكومة وليس إصلاحها.